إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت. اليوم سأريكم طريقة التعدين عبر متصفح جوجل كوم الذي لديكم. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك للفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. تقومون بتصديم هذه الإضافة، سأترك لكم رابط هذه الإضافة تحت الفيديو، ثم تقوم باشتغال وحدها. ها هي الإضافة. هنا العدد الذي قام به العدد الذي قام به المتصفح بالتعدين، أي عدد الساتوشي. هنا أقل مبلغ للسحب هو 0.001. تضعون عنوان المحفظة هنا، تضعون على ويدرو، تضغطون على ويدرو. هنا رابط الإحالة 20% لكل من يتسجل عبر رابطك. وهنا إذا أردتم تسريع التعدين بالضغط على هذه الخانة. الشرح كان سهل، سأترك لكم هذا الرابط تحت الفيديو، وأتمنى أن تتسجلوا عبر هذا الرابط، وأتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.